المسلمين لما كانوا يفهمون أن رمضان شهر عطاء وشهر نضال وشهر تنافس وشهر تضحية، أن الله مكان في مناسبات عدة ومناسبات كثيرة. إذا قرأت التاريخ ستجدون أن الصائمين يمكنهم الله تعالى ويثبت أقدامهم وينصرهم في جميع المجالات والميادين. والدليل على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم انتصر في معركة بدر، وكانت هذه في رمضان. وكان فتح مكة أيضا في رمضان، واحتفل المسلمون أيضا بالنصر في غزوة تبوك في رمضان، وغزوة الخندق لها علاقة برمضان. وإذا كنتم تسمعون بشخصية اسمها صلاح الدين الأيوبي فقد انتصر على الصليبيين في رمضان. وإذا كانت ذاكرتكم ليست ضعيفة وكانت ذاكرتكم قوية وكنتم لا تنسون بسرعة وكنتم تعترفون للناس بالفضل، أعلموا أن شخصا وشخصية إسلامية اسمه طارق بن زياد. انتصر طارق بن زياد في الجنوب الإسباني في رمضان، فتحت الأندلس في رمضان، ونزلت الجيوش الإسلامية عام 91 في رمضان، وانتصرت عام 92 هجري في رمضان. وغيرها من المعارك التي انتصر فيها المسلمون في رمضان. وآخرها تعرفونها إن كانت الذاكرة لا تخونكم، سنة 1973 هكذا الليلة الخوف من أساتذة التاريخ والجغرافيا. كل ما كنت بدرس بطبيعة الحال الحقيقة لا أخفي عليكم أن قلبي يكون فيه شيء من الرعدة وشيء من الخوف من عندما أذكر في الدرس بعض الاختصاصات، نبدأ خايف من أهل الذكر والاختصاص. فكما فلدي كذا خوفي الليلة من أساتذة التاريخ يا ستار أسطر. إن شاء الله على كل حال نحاول باش نقولها الحاجة بالضبط حتى لا يزعلوا ولا يغضبوا. أقول سنة 1973 انتصر المسلمون في شخص المصريين جزاهم الله خير الجزاء، وحصلت معركة العبور في وقت كانت إسرائيل بتأييد من الدول الأخرى أمريكا ودول أوروبية كانت تعتقد أنها دولة لا تنهزم إلى الأبد. فهزمها الصيام، وهزمها رمضان، وهزمها الصادقون. لذلك علاش قال الرسول صلى الله عليه وسلم ينظروا إلى تنافسكم فيه، ينظروا الله تعالى إلى تنافسكم وتسارعكم في الخيرات فيه، ويباهي بكم الملائكة يا صليب فأروا الله من أنفسكم خيرا. فأروا الله تعالى من أنفسكم خيرا. وريني ما عندك، شمر على الزراع واعمل صالحا. كنا اقترحنا منذ أيام اقتراح فنعرف هذه الفيديوهات مشاو فيه وأدبات اللي مشا فيها كيد رمزاني ليمات متاع ستاج. لا تزالون في ستاج. عندما قلنا الولد وولد الحومة فهذي كثروا من الهرج وكثروا من الحديث وكثروا من اللعب وكثروا من الصفاء والمروة، هم إما في سوق الزهراء أو في شوارع حمام الأنف. حتى ذا لو نعطيه أربع دقائق أربع دراج قبل المغرب نمشي ونسخوا شجرة نجبروا شجرة نغسوا شجرة في الحية اللي في الحية بتاعك، ما تلفتش الحية الأخرى في النهج بتاعك قبل بارك. ما نعرفش عاد وش عامل الجديد، إن شاء الله رأي زرعة شجرة وإن شاء الله رأي ترواة شجرة وإن شاء الله رأي تهدف شجرة. إضافة هذا عمل صالح يساب صاحبه، والعمل الآخر هو الطبخ. أرجو أن يكون الأولاد أيضا قد تمكنوا ولو قليلا من هذه الثقافة والجانب المعرفي، جانب المعرفي في هذه المسألة. الصيام ثلاثة أشياء أو أربعة: صيام عن الأكل والشرب، وصيام أي إمساك وانقطاع
عن معاشرة النساء أثناء النهار. الثلاثة صيام عن قول عن كل قول بذيء. أربعة صيام وإمساك وانقطاع عن كل عمل سيء. هذا هو رمضان. وهنا عندما الواحد يحب يتعمد ويلقانا شهر كامل واحنا محرومين، نعاود الموضوع لانه حساس اعتقادي ومهم ومفيد للرجال والنساء على حد سواء. عندما نحرم طيله رفع التخريج هذه لو هي اول مره تسمو به، عندما نحرم جماعيا على نطاق عالمي في نطاق العالم الاسلامي، عندما نحرم من الاكل والشرب، في هذا تلميح إلى أن قضية الأكل والشرب قضية أساسية في حياة الناس. يلفت لنا الإسلام إليها النظر حتى تؤخذ مأخذ الجد. هذه قضية الأكل. فنقول لك ما معنى قضية الأكل تؤخذ مأخذ الجد. ثم قضية المعاشرة بين الزوجين فيها حرمان في الشهر أثناء النهار، فيها لفت انتباه المسلمين كي يأخذ هذه المسألة أيضاً مأخذ جد ومأخذ دراسة ومأخذ بحث علمي واجتماعي ونفسي وبدني وما إلى ذلك. كل ما يتعلق بالأكل والشرب يؤخذ من جميع نواحيه، وكل ما يتعلق بهذه المسألة تؤخذ أيضاً بجدية حتى لا تظل الأسر مشترقة ومنسقة ومطلقة ومتوترة. فرمضان يجي كأنها محطة سنوية لتذكير الباحثين والعباقرة والعلماء وأهل الذكر والاختصاص. إضافة إلى رمضان، في رمضان وفي غير رمضان خصوصا بشكل أحنا عندنا ناكل في الليل، في المغرب ناكل بدنيا وعن غير علم وعن غير دراسة. الوقت الحاضر لما حال الدراسات اللي مع الأسف جاءتنا من أمم الأخرى، والأستاذين والمختصين في التغذية أصبحوا يعرفونها، وأصبحت تذاع الآن في التلفزيون والإذاعات وفي المجلات وفي الجرائد، وهو أمر رئيسي. يا أخي التغذية الرشيدة، التغذية الصحية الرشيدة راهي فرض في الإسلام. هاي خلينا نعملها لطبقة الكواطر بتاعها، لأن راهي التغذية الرشيدة اللي فيها حماية للإنسان، فيها احترام للإنسان، وفيها حفظ لصحة الإنسان، راهي فرض. عندما نأكل كما يجي راهو الفرد ذا ما أديناش كما ينبغي. تلقانا زين أشياء مرت وقرون مرت ولا نزال إلى الآن نأكل كما يحملنا ونشرب كما نبغي وكما نريد. لا يمكن. إذا كان يا أخي المختصين في الأمر ذا قال لك راهو ما يلزمش تكثر من الدهنيات، ما يلزمش تكثر من السكريات، ما يلزمش تكثر من كذا كذا كذا، ينبغي أن نستجيب عملا بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا أذكر أنا صغير في الثانوي وممكن حتى في الابتدائي أصوم وأذهب مع الناس إلى التراويح وأصلي وراء الإمام، ونبقى الحائر كل ليلة ما نجاوبش على السؤال، كل ليلة تحت سؤال ما نجاوبش إجابة. علاش صغير ومن طرف التراويح؟ سؤال هذا سنوات متوخية. حقيقة في نبدا وقت وراء الإمام شاب بدأ أتسبب عرقان، طرحت السؤال كم مرة في بالي وكان ماشي في بالي فك السؤال هذاك أنه وقت نحط كمتينة في كل شيء حاجة عادية. فعلا عندما نبدأ نصلي وكأنه تشكر بتاعت إمام هز على كتفي لأنني أكلت فلم أبقي ولم أذر. من اللي متر مكعب لله ستة بالله تقول كيف في الظلمية صحيحة ذيك هي من الزمان بكيف. لكن يدور الزمان ويكتشف الإنسان كونه غلاط فاتحة والغلاط هذية وقت الوليدات كان في غير رمضان نكره كما يحبوا وكما يشربونهم، وفي رمضان أيضا نأكل كما نشاء. تعرف شو يصب أثار شو يجر علينا هذا يجر علينا وبال يجر علينا وبال على جميع مستويات. أول ما يضرب الإنسان يضرب في صحته، تبدأ أدوية أحيانا أدوية تجيبها من برا، معنى ذلك أنك تشرب زيادة عمر صعب.
ليش؟ لأننا لم نجتمع على الطبيب المختص وإلى المختص في الغذاء الرشيد. يعتمد الأطباء حاليا على الدراسات المخبرية التي تتفق كليا مع ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يسألش هي ما قالوش قال صلى الله عليه وسلم، وقال ثواب نوبل 10 بريكات نوبل 5 بركة في المغرب. مانيش احنا المهم، المهم ان الحكمة ظلت المؤمن ان وجدها اخذها. مانيش بسل وان كان نحن وقلوا واشربوا ولا تشربوا، هذه واضحة. غير ان الجنة انا تذكر كنها هو بمعنى ولا وقلوا واشربوا ولا تشربوا، يوضحوا لنا دور صباح مشكون ونصف نهار مشكون والليل مشكون وهكذا. وفي رمضان ايضا حيث الدراسات اللي نراوها حول الغذاء وحول الماكلة الوقت الحاضر كامل اللي نقراو، لان في السنة التاسعة يظهرلي على ما اذكر عندهم برنامج كامل هايل هايل حقيقة رائع جدا يبين فيه محتويات الاكل كلها، واش اللي تعمل واش ما يلزمش تعمل في اخر الامر، شيء رائع جدا. مطالبون لانه عندنا ما ندفعوش فلوس في المرض وما ندفعوش في العملة الصعبة للامم الاخرى، هذا هو يعتبر واجب علينا، واجب علينا. عندنا كما مرض في البيت في دار الديار ثم ربك ربك نفسي على مستوى الأخوة، وقدر ما تم المشكلة دي قدر ما الأمر ما يكون شيء طبيعي ويؤثر علينا بطريقة أو بأخرى. إذا رمضان كأنها فرصة للتذكير بهذا المبدأ القيم، وهو أن المأكولات راهي لها اعتبارها في دين الله. وعندما تشوف أنت القرآن إيش فيه من أشجار وإيش فيه من ثمار وإيش فيه من بقول وإيش فيه من إلى آخره، تجد العشاء والجنة، نعم والجنة التي وعد المتقون فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر ببالي أحد منها ما يؤكل ويشرب. القضية أساسية. ثم هذا موضوع أي التغذية الرشيدة. الموضوع الآخر أنه رمضان عندما العقلاء يتلفتوا أرجو أن تكونوا منهم يقرأ في الجريدة كانوا نحن على سبيل المثال لما طالع الضبط من الذي حصل مثلا هذا العام كم استوردنا من عندوش أو كم استوردنا من غيره وكذا، لازم ليس لدي فكرة. لكن رمضان فرصة للناس جميعا كي يقفوا على اقتصاديات بلادهم، أي كل بلاد تقف على اقتصاديات خلالهم يا أخي على النقصي قد جبنا من جهد قد جبنا من عندوش قد جبنا من خضر ربنا قد جبنا من غلاد. المسلمين عندما في الطور يقرأه يقف في البرد قال نتاع سبانيا مثلا وفي الدجاجة نتاع استراليا ويقرأه البيضة جايته من رومانيا من المشاء والعلوش جاي من رومانيا. هذا ينبغي أن يحرك المؤمنين والمؤمنات خاصة الفلاحين والصناعيين ورجال الأعمال واللي عندهم برشا صوارف، يلزم يقول حبيبي كيفاش نحن نصيموا والمائدة الأمريكية والمشروبات اليابانية واللحوم الأسترالية، فواجب علينا واجب أن المادة لازم تجي في يوم من الأيام ويكون الذي يأكله مسلم والمأكول مسلم والمأكول أيضا من بلد المسلم الذي يأكله الذي هو على المائدة على الحوال الطاولة ينبغي أيضا أن يكون عربي مسلم. ذكرني القضية دي بالحج يوضع الحجاج الطائرات بتاع الأجانب ونعود في الطائرات بتاعهم ونمشيوا في الطائرات بتاعهم أيضا والمأكولات والذين أخذهم من هدايا كلهم من الدول الأجنبية. هذا يحدثنا معلش يعني لكم شعوب القبائل تعرفوه أنا يجب نخرج من منطقة الاختار من منطقة المستهدف من منطقة الآخر والذي نعول فيها على الخبراء بتاعنا وعلى الشباب بتاعنا وعلى الأجيال كونه يجب يحط في باله كون الصلاة وحدها لا تبني الأمم ولا تبني الرجال، إنما مع الصلاة ومع الصيام لا بد من عقل شغال ولا بد من ذكاء مرتقب ولا بد من نظرة عميقة وثاقبة حتى يتخرج من أصدقنا علماء مختصين وخبراء كل ما من خدمة موجودة في العالم الإسلامي إلا وبعقولهم وذكائهم يجدون فيها الحل الأمثل ويكون حقيقة. لأن علاقة دبر بالعالمين مش نقول بس أن المولى تبارك وتعالى صمتهم، نعم يا الله ثم هزيتهم هزينا. علاش هزيتهم؟ بوري نتاعكم لا مش نتاعنا راهي وانا داخل كذا كذا انتاقم هي لا مش انتاقم يعني داخل والحرام هذا بتاع الاحرام لك جزء قطاع او جزء قمشات هذا ما انت بتاعهم بين الاحرام كنت اشكون ما يدن كينا يا رب العالمين ما يدن كينا وصمتوا ثم يا الله وشكليتوا كان البرد بتاع رومانيا واللحم بتاع استراليا والخرزة بتاع جنوب افريقيا الحكاية دي قبل اسمعه ينبغي ان يكون الصيام حقيقة نملك فيه عزة
ونملك فيه قدرة ونملك فيه تمكينا. أنا هكذا بصراحة أفهم الإسلام، لا أفهمه فهم بتاع واحدة هكا قال ثم سنة وشاره مكلين قلت له كيف كيف قلت له أنا أهل وطباء وسنة وشاره وتشتم وشاره بقرة وعبده أصفر وعبده مستصفر. لا 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 لا، ألف صيام ومدرسة، ألف صيام وجامعة تربوية وقل إن شئت قل يا أخي الصيام هو محاسبة سنوية للميزانية وللأوضاع. يقف الناس في مشارق الأرض ومغاربها من المسلمين على أوضاعهم وعلى اقتصادياتهم. هذه نقطة. إيجار النقطة الثانية، النقطة الثانية نحن نحرم في رمضان من معاشرة الزوجات في نهار رمضان. بالله قولوا لي قديش العربي وقديش المسلم الفات من تغيير في قضية العلاقات الزوجية حتى يقرأها الناس ويكونوا على بينة من أمرهم. قديش استعملوا شريط وثائقي ليفكر الناس ويعلمهم ليس حياتهم الدينية، لا لا، المدنية 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 كيف تتعامل الزوج مع زوجها، كيف تتعامل الزوج مع زوجها، هذه العلاقات حتى في أجزائها حتى في جزئياتها عجزياتها الجنسية كم ألف الناس، لأنها قضية هذه مطروحة على الناس. ينبغي على المختصين في هذه الأمور النفسية والبسيكولوجية والعلمية إلى آخره، ينبغي أن يؤلفوا الناس والناس ينبغي أن يقرأوا حتى تكون العلاقة بين الناس علاقة سابقة. لأنه إذا كان الزوج والزوجة تم نوع من الاستقرار، نوع من العلاقة الواضحة، انعكس ذلك على الأبناء وانعكس ذلك على الأجيال. شو الناس 16,000 عادي بها عند 50 سنة 14 أو 15,000 حالة طلاق سنوية، شيء كبير ياسر. تمزق 14,000 أسرة كيف يقول بعد درس درجين بمعدل كل بعد درس درجين عائلة تدرس وتمشي الأولاد ما ربي ينبغيين تدرس الأسرة لها تدرس الأوضاع تدرس الأسباب ويستخرج الناس العقلاء الحلول حتى لا تضر المرأة بنزية عارضة عايشة بالدار أو لذلك كل واحد عايش يحبه على هواه ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. ما منا الآن إلا يرى عيزاً أو يرى أحياناً دخلاً في الحلقات، يرى معرقلات، يرى سوء تفاهم. ما رد هذا يجينا رمضان يقول ذات الحرمان ينبغي أن تتفاهموا وتفهموا وتوقظوا ضمائركم. رأي نحب ننبهكم إلى أن العلاقات بين الأزواج من ناحية العاطفية ومن ناحية المعاشرة ومن ناحية النفسية ينبغي أن تكون أيضاً علاقة ناجحة وهو فار، وهو فار راه فر يا عباد رب العالمين، راه استقرار الأسرة فرض علينا. ينبغي أن نجده وأن نبحث فيه عن الحل وأن نتناصح في هذا الأمر وأن يؤلف المؤلفون وأن يقرأ القارئون فنكون على بينة من أمرنا. وتركنا الأمم تبنى بالناس وتبنى بالرجال والنساء وتبنى بالأجيال. قوة الأمة قدوة في حاضرها بحيث على قدنا يكون الحاضر نبني بناء جديدة أحسن المستقبل الناس تقولي بس بخير. وإذا كان الأمور باقية ديما هكذا على نفس الروتير وعلى نفس الشكلة ما نكونوش أفدنا أجيالنا ووالداتنا. الشهد رمضان فرصة للنظر ورمضان فرصة لإعادة النظر في مسائل كثيرة. لا يكون الإنسان بصيامه شخصا سلبيا هل معرفة لا تنسوني وكفاء. والدليل على أن المسألة الجنسية هذه والعاطفية بين الزوج والزوجة فرق قول الرسول صلوات الله وسلامه عليها لفضلا عن الآيات التي تحدثت عن ذلك. قال وفي بضع أحدكم صدقة وفي بضع أحدكم صدقة وفي جماعكم كذب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. احنا توكبار وما تماس الحواجب وبقدر ما تم عملنا الموضوع هذا قادوم وخديناه نغمق على قدم وقينا في الأولاد في العائلات بعض الوحدة. كل صراحة القرآن صريح إلى أبعد حد ممكن والحديث النبوي أيضا صريح إلى أبعد حد ممكن. ومش كما المطرب قال أنا ريتها واختلطت المشي بتاعي وتغير لوني وضاعت خطوتي وقبلها انقلب لوني وضاعت خطوتي. لا نحن لا ينقلب لوني ولا ضيع خطوة. قال وفي بضع أحدكم صدقة أي في جماع أحدكم من زوجته صدقة. قال يا رسول الله نجمع زوجاتنا ولنا في ذلك أجر ولنا في ذلك عبادة، نأتي زوجاتنا ولنا في ذلك أجر. قال نعم. أرأيتم لو وضعتم ذلك في حرامات ألا يكون فيه وزن؟ قال نعم. قال من كان في الحلال فله بذلك المثوبة وله بذلك الأجر. و
مش موضوعنا هذا، هذا اللي حبيت اشير الى ان الحرمان من الاكل والشرب والحرمان من المعاشره فيها تذكير للناس بان يضعوا هذه المساله بعين الاعتبار في غذائهم وفي علاقاتهم حتى يكون امرهم افضل وكما يريده الله وتطبق على الايه ولله الانزه ولرسوله وللمؤمنين. لا يسمحوني في نقطه.